أنا بوكردوغا عمر ابن محمد بوكردوغا، مؤسس المحل هذا لصناعة الأعلام، وأول محل صناعة الأعلامات في تونس. باهي، أنا تعلمت عليه، كنت نقرأ من الابتدائي لواحد نروح المدرسة نجي نقعد بعدها نعاون مد ورد وكذا، بشوية بشوية علمني الخدمة، تعلمت الخدمة حتى اللي كملت القراية هكا وشديتها رسمي. معناتها أنا من 71 هكاك بديت لهنا. خدمتنا نخدم مع الإدارات، مع البلديات، مع الرئاسة، مع السفارات، مع المؤسسات العمومية الكل. من قبل تو نقصت الخدمة برشا، ما عادش حتى حد يهتم بالإعلام الوطني. كان يشوفك الكوب دو موند، كي تجي الكورة واحد هكا ويسخن شوية ياخو علم واثنين واحد. يعني المؤسسات ما تعلقش العلمات، ياخو علم يخليه لين يتقطع كل شيء، إلا ما يجيه من ريكلاماسيون، انذار من بلاصة من بلايص، مسولبت باش ينبهوهم باش يجيو الجاي باش يجيو علم. خدمة كبيرة، وعيد ميلاد الرئيس بورقيبة خدمة كبيرة، وعيد الاستقلال ما نحكيوش. معناتها الأعياد الوطنية الكل نخدموا فيها. خلف اللي يجي زيارات من الخارج، هذا رئيس فرنسا، رئيس ألمانيا، إسبانيا، المغرب، الملوك، الكل ما خدمناه. ما توا صارتك اللي صار 7 أكتوبر، خدمنا بالقدا علامات فلسطين. مواطنين تشريف. تشريف ضربوا فلسطين وضربوا تونس. فضل التعاطف، التعاطف احنا التلقائي هذاك. ولكن رخت توا شوي. ضربوا تونس، احنا ناخذوه قماش ابيض نصبغوه احمر، تشوفوه العلم التونسي بالضبط، ونحطوا الابيض نتاعو ونخيطوه خياطه مش مطبوع، مطبوع يفسخ مع الشتاء والشمس، ونعملوا ديكوباج كما ترى، نخرج النجمه والهلال والواحد، حتى النعام اللي كنا نصبغوا عندهم ما عادش فما، نعطيهم نمر الصبيغه نتاع العلم التونسي ويجي من الصين. كل شيء قاعد يجي من الصين، حتى الملابس الجاهزه ولا حوايجنا كل السنين. لما اللي يتعلق في حديقة بالفدان، شنو اللي فيه به؟ فيه السوكل نتاعو هذاك الحديد، عملوه غالي شوية وبالضوء، فيه كما الضوء يطلع العلم ويهبطو. يا ما العلم في حد ذاته، احنا كالسوكل ما نخدموش. العلم في حد ذاته عملوه بالبي في سي، كما الواحد باش يعمل باش نتاعك اللي يغطي السيارة، وخدموه في تركيا. جابوه لهنا لتونس، ما يخدموش عند واحد صناعي، حتى الاتراك عندهم صناعتهم ويخدموا، عندهم علاماتهم جيدين، اما اللي يخدمهم خدموا في تركيا، خدموا كيك حب بي في سي يتعلق. احنا ساعه ساعه جينا واحد حتى هنا يحب قماش خشين، وقماش خشين ما يجيش يضربه، خاطر كي رفرف يتقطع في اثنين، قوة ربي عظيم. ما عداش 24 ساعة وطاح العلم تقطع، الباش هذاك تفلق بالريح. يعاودنا احنا لنا. عاودنا لهم اثنين ولا ثلاثة، وتكلف لهم اقل ياسر، هم ما نعرفش قداش من مليون خدموه العلم، احنا متكلف لهم اكثر من ما يفرش 1500 دينار، خاطر علم كبير في وقت قياسه 40 متر على 25 حاجة كيما هكا. ما نسفرت لاوروبا برشا، تلقى في اوروبا في مثلا في البي سكاندناف، البلدان الاسكندنافية ولا في اوروبا وفي برشا تلقى الناس وطنيين. انا ما ننكرش الوطنيه نتاع التوانسه، ولكن ما يهتموش، تلقى على دار معلق ضربه. احنا ما بحكم السياسه كل شيء، ليش بيه يقول لك انا مش علق علم في داري شعبي، انا ما ندخلوش الشعب في الاعلام الوطني ولا اكثر ولا اقل. مش باش يقول لك الاعلام مليون ولا باثنين، انا مسهروا 10 دينارات و15 20 انت بالكبر، مش حاجه كبيره. الاعلامات المقطعين في الادارات، وحدك وحدك انت تو، حتى الاداره ما شريتش، اجي شري من مكتوبك الخاص بفلوسك الخاص، حتى هو يسوى 15 ولا 20 دينار، والله كي تجيني ناخذ عليك حتى اشتر. هاو من تو المدارس انا نعطيهم بلاش،